عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث أكد خلاله شكري تطابق وجهات النظر بين القاهرة وموسكو في العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وأشار إلى أن هناك توافقا كاملا وشاملا لمكافحة التنظيمات الإرهابية وإيجاد حلول مناسبة لتجفيف منابع الإرهاب والتعامل مع الدول الحاضنة له. تم التطرق إلى قضية الإرهاب للخطورة التي تمثلها بالنسبة ليس فقط للمنطقة وليس فقط للبلدين ولكن للعالم أجمع. تم الحديث حول أهم سبل دحر هذه الظاهرة والقضاء عليها، وكان هناك توافق واسع في الرؤية المصرية والروسية فيما يتعلق بالتناول الشامل لهذه القضية من منظور كافة المنظمات الإرهابية، أيضا الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي تركت ساحة لهذه التنظيمات لأن تنتشر. نحن لدينا ثقة كاملة في القدرة الروسية والإمكانيات المتاحة لدى روسيا الاتحادية في هذا الشأن، والقادرة من خلال التعاون ومن خلال التنسيق على مستوى ثنائي ولكن أيضا على المستوى الدولي، والدور الذي تطلع به روسيا الاتحادية باعتبارها قوة عظمى تستطيع أن تكون لها تأثير وتعمل بفاعلية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، من أجل استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.